السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم. هذا النهار في هذه الحلقه غادي نبدلو السيغمنت والبيستون، واخا باقيين مزيانين غادي نبدلوهم ان شاء الله، حيت سمعت واحد تسرسير كاين داخل في الموتور. بغيت نوريكم كيفاش تبدلو السيغمنت والبيستون في اسرع وقت وبلا ما تحيد الموتور كامل كما المره اللي دازت. الاخوان غادي نديروا هاد البريكه هادي تحت رجلين ديال الموتور. علاش؟ باش منين نحيدو المورتيسور بهذه الطريقه هادي كما كتشوفوا يعطينا لي سباس فاش نخدمو. شوف منين نهبطو غادي نلقاو لي سباس فين نحيدو الكيلاس والسيلان ونحيدو ديك الكوفيرات ديال الرفرواديسمو، كتجينا الخدمه سهله. هكا طالعه معليش نقدروا نحيدو الكيلاس، معليش تحيد الناس السيلان، خصنا نحيدو البلاستيك اللي الفوق. شو دابا عندنا لي سباس كيفاش نحيدو؟ انتم كتشوفوا لي سباس كبير، تقدر تحيد هاد الكوفيرات بجوج وتحيد السيلان ديالك وتخدم مرتاح مع راسك. على بركه الله نبداو الكوفيرا ديال الرفرواديسمو. هاد البلاستيكات راهم مهمين الاخوان، كاين اللي كيحيدهم غيتكون له الموتور. هادو كاين واحد الفونتيلاتور لتحت، واحد الفرفاره هي اللي كتبرد الموتور. وعلاش دايرين هاد البلاستيكات؟ باش الهواء يدخل من واحد الثقب راه على اليمين وكيخرج من واحد الثقب على اليسار، هادو هما اللي كيبردوا الموتور. شحال من واحد انا كنشوفو محيدهم، ولاني غادي يتمشى بزاف راه الموتور غادي يتكول. ردوا البال اخوان هاد البلاستيكات، وديما راقبوا التيوال ديال الزيت. نحيدو البولونات ديال الكيلا، كاين ربعه. كما كتشوفوا الطريقه سهله سهله بزاف، اي واحد يقدر يبدل البيستو والساكنات، ماشي شي حاجه صعيبه صعيبه بزاف، اي واحد يقدر يبدل البيستو والساكنات. بالخصوص هاد الدوطون هادي سهله بزاف، الكاترطون اللي فيها شويه الكراج و شي مهمات الدوطون راه سهله بزاف. اللي يتفرج مزيان ويشوف كيفاش كندير راه تيبدل الراسو، ماشي شي حاجه كبيره. انتم كتشوفوا الكلاس هذه تحيد، لاحظوا البوزيسيون كيفاش كاين باش تردوه كيما كان. هذا الكلاس ديما الحاجه قبل ما تحيدوها عقلوا كيفاش كانت باش تردوها كيف كان. هذا السيلان، هذا هو السيلان اخوان، هذا الجوان كلاس، السيلان انتم كتشوفوا. شوف كما كتشوفوا معنا لي زورغان ساهلين، كاين الكيلاس جوان كيلاس والسيلان بيستون. عقلو غير كيفاش كيتحايل هذاك الشيء ولا تردو، يعني راه ساهل. والبيستون ديما شوف واحد الفليش ديما كيلصق بالفليش ديالو، البيستون كيلصق في هاد السيركليبسات. خصكم غير شي بانس يكون صغير بحال هذا باش كتجبدوا هاد السيركليبس، حيت هاد السيركليبس كيكون شاد واحد اللاكس ديال البيستون باش ما يخرجش. كاين جوج سيركليبسات هاني حيدتهم، خصك شي بانس صغير باش تحكموهم، بانس كبير ما كيشدهمش. وديما ردوا البال باش ما يطيحلكمش في الجروب الداخل، الا طاح في الجروب راه تلقاو مشكله باش تخرجوه. هاني غادي معكم بالتدقيق باش اللي ما عارفش غادي يعرف ويقدر يبدل البيستون ساكمات راسو. غادي نمشي معكم بالتدقيق.
اول لاكس اللي قلت لكم عليه وخرج، هذا هما اللي شادين السيركليبسات بجوج، هو هذا. وهذا اللاكس كيكون داخل في وسط واحد الرولما ديال البياله، وشدنا معها البيستون. ها هي الرولما اللي قلت لكم، كيكون داخل في ديك البياله والرولما كتكون في وسط اللاكس، وشدنا معها البيستون. هاني جبت بيستون ساقمات جداد في الكرتونة ديالهم، هذا البيستون ديال البوستر، راكم عارفين البوستر الام بي كا يا ما كيكونوا ماركة واحدة كاملين، ستاند كلهم كيكونوا ماركة واحدة. هو ديال الياماها معروف كيكون فيه جوج تقابي ديال ليسونس، واحد جوج تقابي وكيكون عندو الفلاش. هاد الفلاش هذا ديما كيكون الجهة ديال الشادمة. جوان كيلاس جديد، ساقماس كما كتشوفو صافي. هدا اللاكس، اللاكس ديال البيستون، هدا السيركليبس كما كتشوفو. ديما كتابة، ديما كتابة كتكون من الفوق، تبقى في واحد الكتابة، ديما كتابة كتكون من الفوق. هانتوما كتشوفو، لاحظوا معايا التركاب ديال الساقمات، كتلصقو الساقمة الأولى في السبيكة الفوقانية، وكتوليو تهبطوها لتحت يعني باش مكتهبش، راهم الساقمات في ساعة كيتهبسو. كتلصق في واحد الفران، هاي الساقمة تاعها لصقت في واحد الفران. شفتوا هاد الروبير، هذا الروبير تقدر توصل فيه هانتوما. كاين الساقمة الثانية عاوتاني، كاين قلت لكم كتشوفوا الكتابة ديما من الفوق هاهي، كتشوفوا هاهي كاين واحد الروبير تا هو، شفتوا كاين روبير هنا وكاين روبير هنايا. إلا قلبتو الساقمة مغاديش تخدم لكم. كاين اسيدي اللاكس ديال البيستون، هو لي شدنا البيستون. لا اللاكس يبو شو الزيت ديرو الماء، ديرو شوية الزيت، بلاصتو الماء هادي، غادي نلقى بزاف ديال الاسئله علاش كنبدلو البيستون. البيستون كنبدلو حيت اغلبيه كيكون فيه التسرسير، الساقمات كيكونوا كيسرسروا وكيديروا الصداع، ولا كنلقاو البريسيون نقص من الموطور. ملي كضرب المانيفيل ولا كضرب بالديمارور ما كتلقاش البريسيون في الموطور. اذا الا نقصنا البريسيون في الموطور يعني الجهد نتاعو داك لابويسونس اللي كتكون فيه صافي كتموت. قلنا كيفاش كيركب الاخوان، هاد الفلاش هادو اللي كتشوفوا، هاد الفلاش ديما كيكون الجهه ديال الشادمه، هاد الفلاش هادو هانتوما، الفلاش ديما الجهه ديال الشادمه صافي. من بعد ما درنا الرول ما وزيدناه واحد شويه،
غادي نبلاصيو البيستون وندفعو باللاكس باش البيستون يشدنا مع البهالة نتوما كتشوفو، وما تكثرش الزيت بزاف باش ما تبقاش تنوي لكم الموتور في الديبار ديرالاج. نتوما كتشوفو لصقنا البيستون هو كيمشي ويجي عادي، هانتوما كتشوفو. غادي يبقى لنا السيركليبسات بجوج هانتوما كتشوفو، ونديرو هاد الشيفون هادي ضروري ضروري خصكم ديروها هاد الشيفون. علاش؟ حيت السيركليبس كيطير شي مرات كتبغي تلصقو في بلاصتو كيطير باش ما يطيرلكش في الجروب بالتحت، الا طار غادي يلصقلك تحت الفيلبرو كان ولا يطير في شي قنية تما جات الرولما غادي تلقى معاه مشكلة تما صعيبة ولا تقدر تنساه تما يعاود يكولي لك الموتور. هانتوما كتشوفو باش حتى الا طاح طاع غادي يطيح فوق الشيفون معليش يدخل لداخل. ديما ديرو هاد الشيفون هادي، كاين اللي كيقولك لا لا بلاش بلاش لأن غادي يضيع لك الوقت بزاف، يطيح لك في الجروب يضيع لك الوقت بزاف. ولا كاين بعض المعلمية كيخليوه تما كاين ما كي واخا كيطيحلو كيخليه مكيديهاش فيه ولأن مول الموتور اللي خاسر. كليب سطر ما جديد كما كتشوف، كما كتشوف هو راكب حتى الزيت الاخوان ما تكثرش بزاف الزيت غير واحد الشويه. اي شويه كافي، الا كثرتو بزاف مع اللي تعطل لكم في امار شي تقط نوايي. ومن تفتح السيله ما تنساش الجهه ديال الشاضمه كتكون عامره بالكالاميناج، ديما نظفها. انا راه عندي مزيانه هذه، ديما دخلش طرنوفيس وحيد ديك الكالاميناج. وما هضرناش واحد على واحد النقطه مهمه، هضرنا على جوان كيلاس وما قلت لكمش على الجوان ديال الجروب كيكون ما بين السيلان والجروب. اللي ما لقاش دوريجين يشري بابي جوان ويصاوب شي واحد بحالو حيت هذا يكون مهم حتى هو. ما تنساوش الجوان ديال الجروب. هذا الجوان كيلاص راه باين كلشي كيعرفو، هذا ما كيخليش الهواء يخرج ما بين الكيلاس والسيلان. وشوفوا معايا راني رديت الكيلاس كيما كان، كيما كتشوفوا ركبنا البيستون والساقمات ديالنا، ودابا بقى لنا غير نزيروا الكيلاس. والتزيير ديال الكيلاس الاخوان ما ديش غير تخلطوا وتزيروا تبقاو تزيروا في البولونات، ديما عنده واحد النظام هو كيزير به. ديما خصكم تزيرو البولون الاول وتمشيو المقابل ديالو، المقابل ديالو تحاولو تزيروه وتولي تزيرو البولون الاخر وتمشيو المقابل ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله.